الخطوط الجوية اليمنية تصدر تعميماً هاماً للمسافرين للسودان ومصر. اصدرت الخطوط الجوية اليمنية تعميماً للمسافرين لمصر والسودان جاء فيه بحسب قرار الحكومة المصرية على جميع القادمين للقاهرة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية ابتداء من 15 من أغسطس 2020 ويستثنى من ذلك حاملي الجنسية المصرية. وبحسب قرار الحكومة السودانية على جميع القادمين للخرطوم إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي السودانية ويستثنى من ذلك حاملي الجنسية السودانية.